برحب بحضراتكم في الجزء الثاني من حوار القاهرة. ابتداء من النهاردة الجزء الثاني من كل حلقة هيكون في الشارع مع المواطنين، هنتعرف على المشاكل وهنتابع كل القضايا من أماكن مختلفة كل أسبوع في الجزء الثاني من حوار القاهرة. هنبدأ النهاردة من أزمة الدولار اللي وصل لمرحلة خطيرة. قيمة الجنيه المصري تراجعت في الفترة الأخيرة، والجنيه المصري فقد حوالي 30% من قيمته. علشان كده يمكن ده السبب الرئيسي اللي أدى إلى استقالة أو إقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، اللي اتخذ 4 قرارات بتخفيض سعر الجنيه في خلال فترة بسيطة جدا، فترة زمنية بسيطة جدا. طيب، تداعيات أزمة الدولار على المواطن البسيط، على البياعين اللي هم بيشتروا من البياعين الكبار، البياعين الصغيرين بيشتروا طبعا بالجنيه، لكن البياعين الكبار بيزودوا في الأسعار لأنه بيعتمدوا على مسألة ارتفاع سعر الدولار. هنحاول نتعرف مع بعض على هذه التداعيات من خلال لقاءات هنعملها في الشارع، واحنا اخترنا هنا منطقة الموسكي لأنها منطقة تجارية كبيرة جدا ويمكن من أكبر المناطق التجارية في العاصمة المصرية. هنعرف أثر ارتفاع الدولار على الجميع وعلى البائع وعلى المشتري، وأيضا على المستوردين اللي هم يعني بيعانوا في الفترة الأخيرة، ما بيلاقوش دولارات في البنوك، أو بمعنى صح في صعوبة جدا في تحويلات البنوك اللي بيحاولوا أنهم يتغلبوا عليها بطرق شتى زي اللجوء إلى السوق السوداء. خلينا دلوقتي نتعرف على الأسعار، على تداعيات ارتفاع أسعار الدولار من خلال اللقاءات هنعملها مع بعض المواطنين. أنت حسيت بأنه الأسعار غليت في الفترة الأخيرة بعد حكاية الدولار؟ طبعاً، هو الدولار لما ارتفع ابتدت تستورد حاجة من بره السودان بالغالي، ابتدى هنا سعر الجنيه يهبط تحت والحاجة تبقى غالية. هشتري ازاي الحاجة غالية والأسعار كده بالظبط؟ لو عايز أجيب حاجة لقيتني مش عارف أجيبها. طب إديني أمثلة. يعني أمثلة النهاردة مثلا القميص ده اللي أنا لابسه ده لو جابه ب 30 جنيه النهاردة يبقى ب 60 جنيه، لأنه جاي مستورد وسعر الدولار غالي، مش هعرف آكل وأشرب. نفس الطماطم نفسها غالية، لأن المواد الغذائية اللي إحنا بنستوردها من بره من الخارج، لان الدولار لما نزل خدت بال حضرتك ابتدينا نستورد الغذاء من بره، بقى الغذاء غالي، بقت النهارده كل حاجه غاليه. يعني الرخيص في مصر هنا هو البني ادم، بس هو الرخيص في مصر. هشام رامز مدير البنك المركزي او رئيس البنك المركزي يعني من حقه يتشال، يعني من حق الحكومه تشيله، لان ارتفاع سعر الدولار بالطريقه دي ينط بقى 8 جنيه، بقى بسوق السوداء 10 جنيه ونص الدولار النهارده. طب انا هشتري ليه؟ وليه يبقى فيه سوق من اصله؟ من اصله ليه يعني؟ ليه كان زمان ما كانش في حاجه اسمها سوق سوداء؟ يعني 90% من شركات الصرافه هي سبب الازمه في مصر هنا بالظبط، وللاسف الحكومه غمضت عينيها. طيب، ارتفاع سعر الدولار انعكس عليك انت بايع او مشتري؟ طبعا، للاسف ان ما انعكس على الناس اللي تحت خط الفقر، انما رجال الاعمال والناس اللي هي مالكه البلد دي مالهاش ولا بتهمها اي حاجه. انا النهارده علشان 50 60 جنيه ما بقضيش في اليوم، هو حضرتك بيتي بيصرف اكتر من 50 جنيه في اليوم، انا دخلي 30 جنيه 35 جنيه، اجيب الفرق ده منين؟ اسرع بالنسبه للوارد والصادر من الميناء. الحاويه اللي كانت تتكلف 50,000 النهارده بتتكلف 150,000 بالنسبه للصادرات للحاجه. لما تيجي تحسب الحاجه وتحسب التعريفه الجمركيه على الحاجه تلاقيها مرتفعه من الاصل. ليه بقى؟ النهارده كل واحد يجي يكلمك يقول لك ايه الدولار زاد، تروح تجيب مثلا كرتونه المكوى مثلا ب 650 جنيه يقول لك ب 750 جنيه، ليه يا عم ده الايجار زي؟ طب دي بالنسبه للبضاعه المستورده، طب ليه انتم ما بتشتروش مثلا بضاعه مصريه؟ ما يا فندم الوارد والصادر اللي عندك الخامات اللي بتيجي من بره بنصنعها احنا هنا، احنا بنصنع هنا الخامات، ما بتيجي غصب عنك ان انت بتاخد غصب عنك. دست الجلابيه قطي فحريمي كانت ب 800 جنيه اصبحت النهارده ب 1800 جنيه، زادت 1000 جنيه مره واحده. مين اللي يروح يشتري جلابيه كنت بتشتريها ب 80 جنيه النهارده اصبحت ب 190 جنيه؟ طب الاسعار زادت بنسبه قد ايه في الشهر الاخير؟
هذا الضعف حضرتك زاد الضعف نسبة 40% والسبب وللأسف إن أي منتج محلي هنا ومحلي 100% تصنيع 100% محلي وما بيستهلكش دولار يقول لك عشان الدولار غلي وبياخد الشعب المصري كله في رجليه. يعني في استغلال من قبل طبعاً بعض التجار طبعاً 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 في استغلال جامد ضروري بقى غالي الأكل بقى غالي ضروري اللبس بقى غالي طب انا عايش الكهرباء لو انت سالت واحد يقول لك الدولار على طابلون في الشارع ب7 جنيه ونص هيجي تقول له بيزود جنيه يقول لك الدولار اعمل لك ايه الدولار غير كاردونه الشيبسي بروح اجيبها بكذا الاقيها بكذا يا الصبح ده الصبح مش يعني من بالليل للصبح هنا ببيع 7:30 الصبح ببيع ب8:30 يجي واحد الزبون العادي اللي ماشي يقول لك الحاجه غالي كل ده من التعرفه الجمركيه 300% او 500% يا فندم احنا دي كانت تعينه يعني لبعض المواطنين بياعين وزباين برضو قالوا انهم تاثروا جدا بارتفاع سعر الدولار في الفتره الاخيره نشوف عينه ثانيه ازاي اثر عليكم كاصحاب محلات كنت انت حضرتك شايفه مفيش عدة في المحل ده غير ان الاسعار بتزيد خامات الجلوب كلها خامات مستورده كلها بتيجي بالدولار فالدنيا واقفه خالص انت حضرتك شايفه طب الدنيا واقفه من امتى بلا فتره من بعد العيد الكبير طب انتوا بتعملوا ايه علشان الدنيا تمشي العجله تمشي ماشي الحال بنجيب مصاريفنا انما قبل ارتفاع سعر الدولار كانت احسن الحال لا برضو يعني كان ما كانتش وحشه بس دلوقتي خلاص ركود تام طب دلوقتي في تجار بيقولوا انه الاسعار غاليه علشان الدولار سعره ارتفع لا هي قبل الدولار اساسا وهي الحاجه غاليه خالص يعني هو في ناس من التجار بيستغلوا مثلا مساله ارتفاع سعر الدولار عشان يغلوا الاسعار لا هي الحاجه غاليه خالص بصراحه كل حاجه غاليه يعني كل حاجه حتى العيش غالي والاكل غالي والخضار غالي واللبس غالي وكل حاجه غاليه بس كل حاجه غاليه يعني عندنا احنا دلوقتي بنسال هل ارتفاع سعر الدولار اثر عليك انت كتاجر هنا في مصر اثر عليك كتاجر ان النهارده المستورد بيروح يجيب من السوق السوداء 8.55 8.60 بيدفع عليه تحويل 40 قرش عشان يوصل له الصين او يوصل له دبي بيقف معاه 9 جنيه الدولار 9 جنيه وباريزه ويصرف كمان ريال يعني احنا ماليش ناكل يعني الموظف الغلبان النهارده لو بياخد مرتب معين ماليش اشتري السلع اللي قدامي فانا معنى كده انا بخسر لو بعت 100 جنيه في اليوم بصرفها ابيع ب 200 جنيه في اليوم بصرفها النهارده مشكله البلد دي مش مشكله اقتصاديه يا باشمهندس مشكله البلد دي مشكله سياسيه ان هدينا الوضع في البلد السياحه هتيجي انا اعرف ابيع واعرف اكل الغلبان يعرف يشتري لكن بالوضع الحالي ده لازم تبقى في مصالحه وطنيه ما بين الحكومه ومش الاخوان الشعب ان الشعب ده كله مش اخوان الشعب ده كله انا اهو مش اخوان بس شايف احوال البلد عامله ازاي النهارده ولولا غير كده بيغشك وبينفر بس يا ريت كلامنا ده يوصل للناس اللي فوق بس الأخيرة ارتفعت الأسعار شوية عشان الدولار؟ أيوة طبعاً أمال إيه ده على الكل مش على حد لوحده يعني وكده طب أنت جربتي ده فين؟ في الملابس ولا؟ في كل حاجة مش في الملابس بس عامة يعني على كله مش على الملابس بس يعني في البيع وفي الشراء عامة في الخضرة في اللحمة في كله في كل حاجة كل حاجة بتزيد مفيش حاجة بتقل وبرضه بتروحوا للتجار يقول لك لازماً يقول لك إنه علشان الدولار ارتفع؟ لا ما مش عشان الدولار ما لهمش دعوة هما بالدولار بقى ما بيقول لك الأسعار ما لهمش دعوة هما عامة يعني بيقول لك هو ده اللي موجود ولازماً وللغصب واحد غصباً عنه لازماً هيجيب بص انا هتكلم ايه على الدولار مثلا الدولار دلوقتي وصل 8.5 مفيش صادرات ولا اي حاجه مثلا بنروحها من بره بيتعامل بالدولار الايه الاجنبي دلوقتي الجنيه نزل 10 قروش يعني مفيش اي صادرات اي حاجه نقدر نحتاجها من بره
دلوقتي قطن الدقيق مثلا ب 2200، لا ما فيش الكلام ده، وصل ايه 4.5، يعني بعد كده الرغيف ده يبقى ايه بنص جنيه، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي جديد، يعني مثلا واحد راح يصرف ايه في مصر في البنك المركزي دولارات، قالوا ما فيش فلوس، خد بالجنيه المصري، قالوا لا ما ينفعش، عشان ايه؟ عايز حاجات ايه يشتريها مثلا في المحل والحاجات اللي زي كده، وغير الاسعار في الزياده ما فيش اي حاجه في النازل خالص نهائي. الفئات اللي هي تأثرت بارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه فئة المستوردين. المستوردين بيشتكوا شكوى مرة خلال الفترة الأخيرة لأنه ما فيش دولار في السوق، والبنوك لا تستطيع أنها توفر الدولار زي ما كانت بتعمل ده زمان. طيب يا ترى إيه أبعاد هذه الأزمة؟ هنحاول نتعرف على أبعادها مع الأستاذ عماد إناوي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة وأحد المستوردين وشعبة المستوردين. أهلا بك يا أستاذ عماد. أزمة الدولار أثرت عليك إزاي كمستورد الأول؟ أثرت كسوق كامل مش كمستورد. حضرتك هنا حمام الثلاث والأزهر لو جاي في الوقت العادي من فترة طويلة كان صعب جدا حد يجي أو يقف أو كده من الزحام. في الفترة الحالية في مشكلة كبيرة جدا على ضعف القوة الشرائية، واضح جدا مرتبطة بأسباب كتيرة منها الدولار، ولكن الواضح حاليا والأكثر هو اختفاء الجنيه مش زيادة الدولار. السيولة نادرة جدا حاليا. طب انت بتأثر عليك ازاي ندرة السيولة؟ يعني القوة الشرائية لان هي حلقة واحدة كلنا بنتعاون فيها، من مستورد لموزع لتاجر لمستهلك. في حالة الحلقة دي البنزين بتاعها هو السيولة، السيولة مش موجودة، العجلة بتقف بالكامل حاليا. يعني احنا يمكن ماشيين ب10% من قدراتنا اللي كنا شغالين بيها قبل كده. لما بتبيع مثلا طلبية كبيرة لصغار التجار زي ما بنقول، بتحصل فلوسها بسرعة؟ لا حاليا لا طبعا طبعا، وما بياخدش الطلبية الكبيرة. يعني يقول لك انا ما عنديش بضاعة ومش هينفع اخد بضاعة كبيرة كتيرة المرة دي، بياخد اليوم بيومه. يعني شغالين باليومية حاليا، يمكن السوق كله في جميع المجالات التجارية اللي هي قريبة مننا هنا، ده الواضح حاليا ان مفيش عنده بضاعة وما عندوش سيولة كمان. طب بتعملوا ايه علشان تتغلبوا على مسألة مفيش جنيه ولو في دولار في الدولار مرتفع؟ بتعملوا ايه؟ لا احنا بنستقبل النتائج، يعني مش في ايدينا خالص الحلول، الاسباب يعلمها المسؤولين عن القرارات دهيا، انما احنا استقبال نتائج، بنبقى رد فعل بعد النتائج، بنحاول نسعى مع بعض، بنحاول نعمل اجتماعات مع بعض بحيث نطلع بطريقه معينه من المشاكل دي. انما في الواضح ان الاعباء اكبر والقيود اكتر والمسانده مش موجوده للطبقه اللي احنا بنعتبر ان احنا من الطبقه المتوسطه اللي هي صمام امن اي بلد في العالم، وبالتالي شاعرين ان في قيود كتيره جدا حاليا ما كانتش موجوده قبل كده، سواء في استيراد، سواء في جمارك، سواء في ندره السيوله. الامر صعب جدا جدا خلال الفتره الاخيره دي. احنا بنعمل جوله من شويه في السوق مع صغار البائعين، مع المشترين، الزباين العاديين، الكل بيشتكي انه المستورد بيقول لهم والله الدولار ارتفع فبالتالي انا لازم ارفع سعر الحاجه، سعر البضاعه. الكلام ده بيحصل على نطاق واسع، يعني اصابع الاتهام بتوجه ليكم انتم كمستوردين اكتر. هي الثقافه الموجوده عامه هو تحميل التاجر مساوئ كل شيء، يعني من جشع لغش كده، دي صوره بتبقى موجوده ثقافيه، ويمكن الصوره دي تكون نادره جدا على الوجه الحقيقه مش موجوده خالص، ولكن التاجر هو حلقه الوصل بين الاعباء اللي بتحمل عليه والمستهلك، فهو مش في ايده اي حاجه فبياخد هو الصدمات دي. انما القرارات الى حد كبير جدا اللي بتطلع بتؤثر تاثير مباشر جدا على الاقتصاد وعلى القوى الشرائيه، ولكن هي بتبقى حلول لمشاكل. انما احنا بنقول مش الصح انك تحل المشكله، هو انك تختار وقتها. احنا في كم مشاكل كبيره جدا لو جينا نعالجها مره واحده هنقع كلنا مره واحده، فاختيار الوقت المناسب ده المهم، وده اللي الواحد بينصح بيه متخذ القرار ان ياخد القرار في الوقت المناسب. هل قرار تخفيض سعر الجنيه
حوالي 3-4 مرات في الفترة الأخيرة، كان قرار مناسب؟ لا، غير مناسب طبعا، غير مناسب، يعني معوق أكثر، معوق أكبر. يعني ليه؟ لأن السوق من غير هذا القرار صعب جدا، والقوة الشرائية قليلة جدا. القرار ده يكاد يكون بينهي على الحياة التجارية عندنا احنا خلال الفترة دي. هل تتوقع تغيير محافظ البنك المركزي هيدي دفعة شوية للسوق من ناحية الاستقرار؟ لا، هو التغيير بيدينا روح معنوية وأمل، إنما هيتبقى لحد ننتظر أول قراراته هتكون إيه. بنأمل إنه هو يعيد الوضع إلى ما كان عليه قبل القرارات الأخيرة، لعل وعسى تكون دفعة لينا إحنا كطبقة متوسطة، كمستورد، كتاجر، كقوة شرائية يقدر يتحمل الأعباء في الفترة الجاية. طيب، مش ممكن تكون هذه الأزمة، أزمة الدولار وأزمة الجنيه، مش ممكن تكون هذه الأزمة سبب مباشر لدعم المنتج المحلي؟ المنتج المحلي في واقع الأمر معتمد على الاستيراد، لأن احنا لا نملك مواد خام بالشكل الكامل، وبالتالي بيعتمد على الاستيراد. لو حضرتك بصيت على التصدير هتلاقيه تأثر كبير جدا بمعوقات الاستيراد، لأنه معتمد ب 60% 70% على الاستيراد. يعني لا ننتظر مسألة انه المنتج المحلي يشد حيله زي ما بيقول. انت المنتج المحلي لابد يكون فيما نملكه من مواد خام، غير كده لا يمكن يكون منتج محلي. فيما نملكه ب 60% 70% من مواد خام اقدر اقول هنا منتج محلي، انما لو عم اعتمد 90% على المنتج الخارجي واستورده يبقى في الحالة دي طبعا مش هيكون حل ابدا يعني. طب لو اتكلمنا عن مسألة اللي هي الاعتمادات البنكية، اللي هي مشكلة المشاكل اللي بتقابل 50,000 والكلام ده كله، كل دي معوقات هي أدت لزيادة سعر الدولار ولم تؤدي إلى هبوط سعره، لأنها قرارات على الوجه الشخصي أنا بقول إنها خاطئة ولا وقتها، ومعوق أكبر وتعطيل أكتر لعجلة التجارة في مصر، وتخفيض أكتر في الجمارك، لأن الجمارك بتقل وبتزيد بزيادة الاستيراد وقله، فمنبع تاني من منابع ايرادات الدوله انت بتخفضه بدون ما تشعر وهو الجمارك يعني. هل تتوقع انه مساله الحد الاقصى والحد الاقصى للايداع ومساله الاعتمادات البنكيه يعاد النظر فيها في الفتره اللي جايه؟ ده اكيد، ده املنا في طارق بيه عامر، ان شاء الله يكون الغاء هذه القرارات مش اعاده النظر، لانها فعلا اثبتت فشل ذريع في تخفيض الدولار نفسه، لأن التخفيض ما يعنيش إن أنا أقلل الطلب على شيء مش في إيدي، ده سوق هو غالب، لا يمكن هتعرف تقلل الطلب، فممكن يقل أسبوع شهر، إنما في نهاية المطاف لازم هيزيد، لأن زيادته الدولار وإنه يقل مرتبط باقتصاد ونمو بحت، ليس له علاقة نهائي إن أنا أقلل الاستيراد أو أقلل الطلب عليه. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عماد إناوي. وكده تنتهي حلقة النهاردة من حوار القاهرة، حاولنا ان احنا نقدم في جزئها الثاني صورة من ابعاد مختلفة لأزمة الدولار. اتكلمنا مع بائعة جائلين، اتكلمنا مع زباين في سوق المسكي، واتكلمنا مع احد كبار المستوردين هنا في هذا السوق. نتمنى انه نكون عرضنا المشكلة بجميع ابعادها المختلفة. لقاءاتنا الخارجية في الجزء الثاني من كل حلقة في حوار القاهرة هتتجدد بإذن الله كل يوم سبت في البرنامج. نترككم على خير وإلى اللقاء.